هذا الوجه، جعل الله لك عبر من شان ما تتكبر. الدمع يخرج منه، المخاط يخرج منه، النخامة تخرج منه، الريق يخرج منه، كله من وجهك هذا. وقدوا أعز أعضاءك، بتعرف قدرك ولا ما بتعرف قدرك؟ أحسن لك، شوفك ضعيف مخلوق، وأصلك نطفة تحولت على قام مضغة، كونك الجبار وعطاك من روحه سبحانه وتعالى، نفخ فيك نعمة، وتقوم تسيء الأدب وتكبر عليه. وبعدين ولذا لما كان بعض الصالحين يمشي في الطريق والجند يبعدون الناس من الشارع هذا من شان أميرهم بيمر، وهذا الشايب لما كل ما جاء عنده عدد من الجنود يقول وسع الطريق، يقول الطريق واسع، وتركوه اشتغلوا لأنه شايب وبعدوا الناس. فجاء الأمير يمشي حصل الطريق كله فاضي إلا هذا وحده قرب منه بدابته وغيره، يقول سامك عليكم سامك عليكم. قال لي ما لم توسع الطريق؟ لو كانت ضيقة لو وسعتها تفضل يسعك واحد اثنين ثلاثة حتى أربعة يمشوا ممكن خمسة. قال أظنك لا تعرفني؟ قال بلى أعرفك جيدا. قال من أنا؟ قال أنت من أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل في بطنك العذرة. عرفتك من أولك إلى آخرك إلى وسطك كله. فما كان وقد صدر الكلام من قلب هذا الله إلا طاطا راسه وراح مشى وخلاه ترى.